كنت اون تورناج كان عطادة يلا جيت الباب مي كيبقى هذيك لاتاشمون اللي وقفات بروتالمون مع المهرجان بحكم ديك الجائحة دابا اوني دو غوتوغ عليك واحد بحال سيون كراش با صافي فريمون بليزير دو غوتروفي فيستيفال غوتروفي الصحفيين الجميلين بحالكم غوتروفي البوبليك رائع سي ان بليزير سي ان ايمونس بليزير. انا يلا وصلت المهرجان وانا فرحان وفرحان لان المهرجان رجع في وقت وجيز بفضل جلاله الملك والامير مولاي رشيد اللي سهروا باش يرجعوا لنا في هذا الوقت وجيز، وهذا عرس يعني فني مغربي عالمي، يعني حنا كيشوفونا الناس من العالم وكنشوفوا الناس من العالم وكنتبادلوا تجارب، وحنا هنا انا وصاحبي رؤوف هنايا كمخرج شاب ممثل شاب باش كنمثلوا الدراما والسينما المغربيه، وفرحانين اننا غيشوفونا ناس من العالم وغنشوفوهم ونقولوا لهم فوالا حنا مغاربه كنديروا السينما. سعيد بتواجدي في الدوره 19 المهرجان الدولي للفيلم مراكش، سعيد بالعوده ديالهم بعد سنتين من الغياب بلقاء نجوم عالميين نجوم ديالنا هاد البلاد بوجود قوي ديال السينما المغربيه بعدد كبير من الافلام، وان شاء الله من عام لعام يكون المهرجان اكبر واقوى ان شاء الله. شي حاجه شكل اول مره في المغرب على كمخرج مخرجه ولا كمنتج، لاقاش كنديروا افلام باش يسافروا في العالم كامل، وهذا الفيلم بدا في كان، ولكن كنديروا افلام خصوصا باش يتلاقاو مع الجمهور ديالنا، والجمهور ديالنا هو الجمهور المغربي. دونك مريم وانا اليوم حسينا شي حاجه قويه الداخل ديالنا، قلنا اونفان جا الوقت باش هاد الجمهور المغربي يشوف الفيلم يحس الفيلم، واللي حسينا حنا à la fin ملي تسالى الفيلم وبوكو بوكو ديموسيون في العين ديال الناس فريمون داكشي اللي قالوا لنا الطريقه كيفاش هاد لي بيرسوناج ديال الفيلم دخلوا لداخل ديالهم عجبنا بزاف نسمعوا ونشوفوا هذاكشي. فرحانين بزاف صراحه كان حلم لينا نشاركوا في هذا المهرجان سورتو مشاركين بالفيلم ديالنا اللي تعرض في ساحه جامعتنا. في الاول كنا كنحلموا نديروا فيلم سينمائي ودرناه ولقى اقبال جماهيري، ودابا حنا مع فهاد المهرجان الدولي وهادشي كيحمسنا بزاف باش نديروا افلام اخرين واللي يكون عندهم حتى اقبال كبير. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.